بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا صباح الخير والهنا والسعادة وراحة البال يا رب. احنا دلوقتي الصبح الساعة 6 الصبح، حتى باين على صوتي. فأنا فكرت أعمل حاجة أنا بعملها على طول، فقلت أشارككم معي. احنا النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا جدا للبشرة، جميلة جدا وكل حاجة يعني في البيت، تمام. هنعمل دلوقتي وصفة النشا. انا عملتها قبل كده في القناة بالليمون، كانت حلوة جدا وعجبت ناس كتير. بس النهاردة هنعملها ايه بقى؟ انا هعملها بزيت الزيتون. بصوا، زيت الزيتون البكر هناخد معلقة صغيرة، بيبقى مفيد جدا. وهحط لها كمان ايه، ماء ورد او ماء زهر لو عندك، بتدي ريحه حلوه قوي ونعم، تمام. كمان النشا من فوائده ان هو بيعمل بينظف البشره وبيعمل قبض كده للمسامات الواسعه، اللي طبعا بتعمل بعد كده بثور بقى وحاجات مش كويسه. فهو بينظف البشره، وكمان بعد ما نخلص الحاجة اللي معانا دي هنحط معلقة سكر. فوانتي بتفركيه هيعمل لك زي تنظيف كده او تقشير، تمام. هيفيدك جدا وهينظف البشرة ويبقى حلو جدا، بينعم وبيبيض وبينظف الدهون الزايدة، بيعمل بيصغر المسامات اللي في الجسم اللي في الوش. تقدري طبعا تعمليها على ايدك وعلى اماكن الرقبة لو تحبي، او الكوع او الركبة. هنجرب بقى كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه، تمام. انا دلوقتي عندي معلقتين نشا، هحط لها معلقتين مية صغيرين قوي. بسم الله، تمام. وهرفعها على النار يدوبك تلف ونشوفها مع بعض. بسم الله. بصوا بقى كده يا بنات، بصوا بقت طرية ازاي وخفيفة زي الكريم بالظبط. بصوا طبعا مش بتعمليها تقيلة، واللي ما يعرفش من حبايبنا العرب ايه هو دقيق النشا، دقيق النشا ده اللي هو دقيق الذرة، تمام. مفيد جدا جدا وحلو جدا، بينعم وبيبيض وبينظف، وخسارة يعني ان احنا ما نستخدموش وبنروح نشتري حاجات غالية جدا، تمام. وبتقدري تحتفظي بيه في التلاجة وتستعمليه وقت ما تحبي، تحطيه على وشك نص ساعة وبعدين بتشطفيه. بس قبل طبعا ما بتشطفيه بتفركيه، لاني انا دلوقتي في الاخر خالص هحط معلقة سكر علشان يدي زي كأنك بتعملي للوجه زي تقشير كده، تمام. بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي. وانا عاملة الوصفة بالليمون، تقدري ترجعي لها. لو بشرتك مش حساسة استخدميها، حلوة جدا وريحتها روعة. الليمون انا عاملاه بطريقة، مش حاطة عصير الليمون، لا انا يعني سلقته وضربته، فالليمون لوحده كان كريمي كده. دلوقتي انا هحط ماء الورد، معلقة كبيرة يعني ملو غطا او ماء زهر لو عندك، بيدي ريحة حلوة قوي وبيدي انتعاش للوجه، اللي هو ده يا بنات. او لو عندك اللي هو بتاع الصيدلية تمام مش مشكلة. وهحط كمان معلقة زيت زيتون، بس نقلب ده الاول، يبقى دوت للبشرة الحساسة، يبقى مفيد جدا. الريحه ايه، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، نقلبها كويس جدا كده. وانزل بمعلقه زيت الزيتون، بسم الله، مش معلقه يعني شويه صغيره بس. طبعا زيت الزيتون فوائده يعني مش محتاج ان حد يقول عليه حاجه، برضو بينعم يعني مفيد جدا للبشرة وللشعر.
هيدي نعومة ويضيع لها الليت اللي تحت العين. بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي، تقعدي تمزجي فيه كده لغاية ما يبقى خليط واحد، تمام؟ مفيد جدا يا بنات، جربوه كده مش هتندموا، وقولولي في الكومنتات ايه رأيكم، تمام؟ اخر حاجة بحطها معلقة السكر. معلقة كبيرة يعني. بصوا انا مش بدوبه، انا عايزاه كده يبقى حصى، تمام؟ اهو لو سخن معاكي بتحطيه في التلاجة لغاية ما يبرد، انا معايا هو بارد، تمام؟ بس انتي عندك بقى كده مثلا اهو، تاخدي الخليط دوت تحطيه في التلاجة بيتماسك كمان، بسم الله، تفرديه على وشك هينشف جدا. بصوا السكر، بصوا السكر خشن ازاي، ده لما ينشف بقى انتي بتفركيه على وشك بطريقة دائرية كده، اي دهون اي بثور سودا اي شوائب هتطلع بعون الله ان شاء الله. بصوا حبيبتي تفردي كده، كريم مرطب هايل، بس كده. وبتسيبيه لما ينشف، تمام؟ وبعدين زي ما قلت لك كده بطريقه دائريه بتشيلي. يا رب يا رب الوصفه تكون عجبتكم، متنسوناش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه وكومنتاتكم الحلوه. يلا باي باي.